التحية متجددة مشاهدينا الكرام، وتواصلنا مستمر شوطنا الحادي عشر الذي ينطلق بحفظ من الله ورعايته الخاص بمنافسة الأبكار. نبدأ بالبداية ونتابع المقدمة والمركز الأول. هنا الحذره بشعار محمد بسلطان بالرشيد السويدي يحتل المقدمة والمركز الأول، بينما الغدوم من الشايبة على المركز الثاني سلطان بن عبد الله بن كحيت بن ضاحي العميمي، بينما في المركز الثالث يتقدم على المركز الثالث هنا سالم سعيد بن كاسب المسافري اللي يقدم لنا مرموقه في المركز الثالث، بينما الانتقال الآن إلى المركز الرابع ليشوف زعفران محمد وسلطان بن مطر بن مرخان لكتبي، بينما في المركز الخامس هذه هي تتقدم هنا غازية عبد الله بن حمد بن محمد بن عمران لكتبي. هكذا هي النتيجة مشاهدين الكرام للخمسة المراكز الأولى التي تسير بناموس هذا الشوط، ولكن أسماء ما بعد الخمسة المراكز الأولى غادمة غدوما قوية من خلال انطلاقة هذا الشوط. الكل يبحث عن الفوز، بينما العودة إلى البداية، العودة إلى المركز الأول، إلى الصراع، إلى المنافسة هناك في مقدمة الشوط. الشايبة سلطان بن عبد الله بن كحيد بن ضاحي العميمي على المقدمة الأولى، بينما تأتي على المركز الثاني وتتقدم مرموقة سالم بن سعيد بن جاسم المزابري، وغازية غادمة بقوة. غازية الله تتقدم غازية بشعار عبد الله بن محمد بن محمد بن عمران الاكتبي، هال المدام واصلين بقوة، بينما نشوف المركز الرابع هناك الوهيبي يقدم شواهين عامر بن سعيد بن مبارك الوهيبي، بينما ياتي شعار بالحب ليقدم مشاهدينا الكرام المايدية عبد الله بن محمد بالحب العامري في المركز الخامس. العودة إلى الصراع، العودة إلى المنافسة والنزاع، إلى البداية الأولى، إلى الشايبة سلطان بن عبد الله بن حيد بن ضاحي العميمي. ركز يا ابو عبد الله، اهالي سويحان يترقبون الفوز، يترقبون النصر من خلال تواجدك على البدايه الاولى. الله، اتابع المركز الثاني هناك من الزاويه اليمنى في هذه اللحظات. الله، يتقدم هنا وتاتي شواهين عامر بن سعيد بن مبارك الوهيبي في المركز الثاني والمركز الثالث. مرموق ما صدرت عليها يوامر سالم بن سعيد بن جاسم المسافري، وغازي قادمة عبد الله بن حمد بن محمد بن عمران الكتبي. المنافسات الأخيرة بدأت في هذه المنافسة القوية، ولكن الوهيبي على الصدارة، الوهيبي على المركز الأول، وبن كاسب يحرك مرموقة، وهنا قادمة غازية. الله، السلام وين؟ التحية وين؟ الإثارة وين؟ هل إلى رأس الخيمة أم إلى أهالي المدام؟ غازية، سلالتي غازي، تفرض الوجود، الله، صاحبة العوايد ما تخلي عوايدها أبداً بتاتا للبتة، سلام يا غازية، سلام، تحية لابن عمران، دائماً يقدم هذا الشعار بإنجازاته القوية، سلام إلى المدام، ولكن يعود بن جاسم من جديد مع مرموقة أم غازية؟ غازية أم مرموقة؟ اللحظات الأخيرة، اللحظات النهائية، سلام المدام، سلام، بنسلم واللي فيها خلاص، تهانينا والناموس إلى مالك غازية. أيضا مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء عبد الله بن حمد بن عمران الكتبي مشكور يا خميس بن علي على هذا الفوز، بينما وصلت في المركز الثاني مرموقة سالم بن سعيد بن جاسم المسافري، قدمت عرض ممتاز، بينما في المركز الثالث مشاهدين الأعزاء وصلت في المركز الثالث عثرة
المركز الثالث وصلت مشاهدينا الاعزاء شواهين عامر بن سعيد بن مبارك الوهيبي، ولكن نعود بالتهنئه والناموس الى مالك غازيه، تهانينا والناموس الى ايضا حمد بن محمد بن عمران او عبد الله بن حمد بن محمد بن عمران الاكتبي على هذا الفوز، وسلاماتنا الى اهالي المدام وغازيه. مشاهدينا الكرام توقيت الزمني 4:38 صاحبه الانجازات على ارضيه هذا الميدان، اتذكرها تهانينا والناموس لجميع الفائزين.